إذن في وقت تكتفي فيه حكومة سلال برفع شعارات تشجيع المنتوج المحلي، فإن جولة واحدة فقط في الأسواق التونسية تظهر لنا ما مدى تمسك التجار هناك بأولوية تسويق منتجاتهم والترويج لها. مفادتات تلفزيون النهار لتونس سلاف تعماش وفوزية مسعدي عادت بالتالي. في الوقت الذي تفننت فيه الحكومة بشعاراتها وقراراتها السطحية القاضية بتشجيع المنتج المحلي، تمكنت نجارة تونس من تطبيق ذلك على أرض الواقع من خلال جعل رهان تسويق المنتجات والسلع المحلية أولوية التجار التونسيين دون منازع. هو كل شيء معنا مصنوع محلي، سواء في الكواليتي ولا في معنى في الخام، معنى في والا في المنتوج، معنى كموديل وكل شيء كي ظل معنى منتوج محلي، هو دعم الاقتصاد ككل. حتى في العمله ما تخرجش لبرا، معنى تقعد الدول داخل تونس، فهمني. تفضيل الترويج للمنتج المحلي التونسي جعل من فكرة تسويق المواد المستوردة هاجس التجار من أجل الرقي بالاقتصاد التونسي. بالطبع اقتصاد تونس جديد يطلع مش جديد يهبط. الصناعة التقليدية ترفع وتولي معروفة في العالم، فهمتنيش؟ والخدمة بتاعنا تتطور وتولي أحسن وتولي معروفة في العالم الكل. صناعات محلية عندنا برشا حرفيين في تونس يصنعوا، والتونسي راهو كي توفر له يخدم، التونسي كي توفر له اللي حاجته به يخدم التونسي، يعني ينتج. تشجيع المنتج المحلي حقيقة مجسدة ميدانيا وفي كافة القطاعات بتونس، فيما تبقى مجرد قرارات وشعارات أمام عدسات الكاميرا بالجزائر، فأين يكمن الخلل يا ترى؟ الاعتماد على المادة الأولية وتفضيل المنتج التونسي على حساب المنتج المستورد شعار اتخذه تجار تونس بامتياز، وهو ما ساهم في ترويج وتطور الاقتصاد التونسي. من داخل سوق المدينة بتونس الحمامات، كانت معكم فوزية مسعدي لتلفزيون النهار.